وإنما حدث وكان الآن كذلك في الماضي وسيستمر هذا الوضع على نفس المنوال في المستقبل، وأن الذين يرافقون سيد أردوغان وهذه التركيبة الكبيرة لوفد دليل على رغبة تركيا لهذه العلاقات مع إيران. طيب سيد أوغلو، يعني هل يعني كلام السيد جلالي بأن انفتاح إيران تركيا على إيران هو رسالة واضحة مفادها للأوروبيين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بأن تركيا قوة إقليمية عظمى لا يمكن تخطيها، وبالتالي هي ضرورة لهم في الشرق الأوسط، وأن أي يعني استقرار ينشده الغرب أو الولايات المتحدة يعني يجب أن يطلب المساعدة من تركيا؟ نعم، أولا أنا مرة أخرى أصرح وأعلن لأصدقائنا العرب والإيرانيين بأن وقوف تركيا ضد الممارسات الاحتلالية والاستعمارية للولايات المتحدة المواجهة إلى العراق ما كانت بفضل الحكومة الأردوغانية، ولكن بفضل المجتمع المدني، لأن الحكومة الأردوغانية كانت تريد أن تسمح الأجواء التركية والقواعد العسكرية لاستخدام أمريكا، وبضغط بضغوطات من الداخل اضطرت أن تتراجع، وبرلمان أصدر قرار ضد مذكرة الحكومة الأردوغانية. ثم بعد ذلك أردوغان هو الذي صرح بأن الولايات المتحدة قوات الجوية الولايات المتحدة حققت 135 ألف غارة على العراق من قاعدة عسكرية في بلد إسلامي. ولذلك أنا لا أريد أن أكون متفائلا، ولكن إخواننا خارج تركيا متفائلين أكثر من اللازم في بعض الأحيان، ولذلك أنا أرى أن هناك تحسن، ولكن ما دامت تركيا قوية إلى هذا الحد لماذا انتظر حتى قتل 1,500,000 نسمة في العراق وكذلك في أفغانستان؟ ما دامت تركيا قوية إلى هذا الحد، لماذا لا تمنع الولايات المتحدة وإنجلترا من هذه المجازر في أفغانستان؟ طيب إذن سيد أوغلو، دعني أنتقل إلى سيد جلالي، لربما تسمع سيد أوغلو ما قاله، وبالتالي السؤال الذي يطرح: هل تركيا اليوم تلعب هذا الدور ليكون هذا الدور موازيا للدور إيران في المنطقة والتمدد الإيراني في المنطقة؟ على أي حال إن تركيا أو أي دولة أخرى تتبنى لها توجهات دولية خاصة وتوجهات إقليمية خاصة وتترك بصماتها على تلك التطورات الدولية وما يحدث في ظل ذلك. أما أن نقول إن إيران لماذا، إن تركيا لماذا دخل لم تدخل إلى أفغانستان أو لم تواجه الأمريكيين، أنا حسب انطباعي أنه ليس هكذا، أن تركيا ليس لها علاقات مباشرة مع الولايات المتحدة وإنها لا تخضع لمؤثرات السياسة الأمريكية، هو هكذا، ولكن هناك إرادة إقليمية وداخلية. تركيا اتخذت في عمقها بتسوية مشاكلها الاقتصادية وقد نجحت في حل مشاكلها الاقتصادية. تركيا وفي عندما شن الأمريكيون هجوما على العراق فإن الكثير من الإمكانيات التي كانت موجودة تحت تصرفها لم تضعها تحت تصرف الأمريكيين. نعم، من تهران وأعتذر على المقاطعة، عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني السابق السيد رشيد جلالي، ومن أنقرة أشكر العضو المؤسس لمبادرة مؤتمر الشرق محمد خيري أوغلو، وعبر الهاتف من دمشق النائب في مجلس الشعب السوري الأستاذ خالد العبود. مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.